صورت لك اياها وبعثت لك اياها. يعني الموضوع لاي مرحله بده يوصل معنا؟ ارجو ايصال هذه الرساله الان مباشره للامم المتحده بما انك انت موجوده بجنيف، وما حدا راح يكون اسرع منك بايصال هذا الصوت. هي اطفال انقصفت ضمن نطاق الفوعه الكفريه ونحن ضمن الهند وانقصفنا، ما بال الخارجين عن هذه المنطقه. وانا هلا مباشره رح صور لك رقم الصاروخ.